مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في الحلقة الثانية من حلقاتنا صوموا تصحوا على كنار تي في صوت العرب من كندا كما عودناكم ووعدناكم مع الدكتورة كريمة عبدو التي ستكون معنا خلال هذا الشهر المبارك لتعطينا بعض النصائح المهمة عن شهر رمضان سريعا الدكتورة كريمة هي خبيرة تغذية علاجية واستشارية سلامة وصحة مهنية، مدير عام سابق في معامل التغذية ووزارة الصحة، عضو الجمعية العربية لخبراء السلامة العامة والصحة المهنية، وأيضا استشارية إرشاد أسري. أهلا وسهلا فيك دكتورة كريمة. أهلا بحضرتك يا دكتور، إزي حضرتك؟ كيف كان أول يوم رمضان تمام؟ الحمد لله والله يعني هو الحقيقة الواحد متعود على الصيام في الشهور اللي قبل كده يعني فرمضان ده بقى روحانياته و... هي اللي بتبقى خاصه يعني ورمضان ربنا في الرب دي حاجه يعني اه يعني لون وطعم وريحه ومذاق وحاجات جميله جدا يعني ربنا ينفعنا بيها يا رب ويتقبل دعواتنا لينا ولاخواتنا في كل انحاء الدنيا يا رب امين امين دكتوره انت محضرانا اليوم موضوع مهم جدا وهو الصوم الصحيح سؤال اللي بدي اساله هل في صوم غير صحيح؟ اكيد <applause> ما <applause> 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 احنا يمكن قلنا الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا عن اول فايده عظيمه بيحققها الصيام للجسم وازاي انه ممكن يخلصوا من الامراض وازاي انه ممكن مناعتنا تعلى واجسامنا تقوى بالصيام ومع ذلك احنا ما بنحققش ده احنا بنطلع من رمضان شايلين على اكتافنا اوزان تقيله وشايلين جوانا كوليسترول عالي وضغط عالي وسكر عالي يعني الحقيقه الحمد لله بيبقى الميراث تقيل قوي بعد العيد يعني ده ليه؟ لان اكيد احنا مش صايمين صح لو احنا صايمين زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو امرنا بالصيام وامرنا نصومه ازاي اكيد كلنا هنطلع من رمضان هنقول يا ريت السنه كلها رمضان فان شاء الله مع بعض كده خطوه بخطوه كل يوم كده يعني نقطف زهره كده من بستان رمضان اللي بيها نطلع اخر رمضان مغيرين فكرنا عن رمضان مغيرين سلوكياتنا عن رمضان ان شاء الله نتكلم بقى عن ازاي ايه هو ايه هو مفهوم الصيام الصح؟ الصيام الصح اللي هو تعرف انت صمت صح ولا لا لو انت بعد الفطار خلصت فطارك ولقيت نفسك كده نشيط وكويس واقف بتصلي العشاء وبتصلي التراويح عندك شغل نزلت كملت شغلك نزلت تتمشى نزلت تعمل اي شيء نزلت تقضي اي شغل او اي مصلحة اعرف تماما ان انت كده صايم صح اما لو انت صمت ولقيت نفسك عايز تنام ودماغك مصدعة ومش قادر تعمل اي مجهود وجسمك خلاص بقى وزنه زايد اطنان اعرف ان انت صيامك مش صح طيب خلينا بقى خشي في الموضوع بسرعة وقولنا ان صح ازاي اول حاجة بيتوقف عليها الصيام فطرنا أول يوم رمضان كان فطرنا شكله إيه زي هل فطرنا ملينا المائدة بأصناف وأشكال متنوعة من الأكل مقليات ومشويات ومحمرات وخلصنا فطار دخلنا على الحلو وعلى المشروبات وعلى المسكرات لو إحنا عملنا كده يبقى ده يا جماعة غلط هو ده اللي بيؤدي بينا الى ان كل اللي احنا عملناه وكل اللي جسمنا عمله طول النهار احنا بوظناه باظ مننا من خلال الفطار طيب نعمل صح ازاي اول حاجه احنا بعد ما نفطر هنفطر ايه مفروض ان انا انا بحقق حاجتين بان انا بجتهد عشان اصوم صح ايه هما الحاجتين دول اول حاجه الصحه اللي انا عايزه احققها و... واطلع بيها من رمضان تاني حاجة عندي حاجة مهمة جدا انتوا شايفين كلنا في جميع البلدان من مشرق الارض لمغربها ان في حالة طوارئ في المستشفيات مفيش مستشفى النهاردة عندها متسع من الوقت لواحد ياكل ويعك معلش ويعمل تلبك معوي ويجري على المستشفى زي ما كنا بنعمل قبل كده فخف على نفسك بقى يعني اعرف كده هتعك مش هتلاقي مستشفى اطقم الأط... الاطباء دلوقتي والاطقم الطبيه كلها مشغوله بحالات كورونا، محدش راضيلك لك يا عم، يبقى ايه؟ احنا بقى ناخد بالنا من صحتنا، يبقى احنا بناكل صح عشان نصح طب هناكل صح ازاي بقى خشي في الموضوع؟ اول حاجه اول ما هيدن المغرب وهنيجي نفطر هنفطر على حاجه دافيه، على مشروب دافي، ممكن تمره وحبه يعني ميه متدوبه فيهم التمره كده دافين المهم ان انا ادخل معدتي حاجه دافيه وهي تمره واحده مش اكتر من كده ان انا بدخل معدتي ماده سكريه وبعمل تهيئه للمعده ان بقول لها خدي بالك يا معده في اكل جاي عشان ما خدهاش ما انزلش عليها يعني تفضل يعني نبعد عن الحاجات البردة والساقعه اه انا ما افطرش وما ابداش افطاري باي حاجه ساقعه ولا حاجه بارده بفطر بحاجه دافيه شوربه دافيه مشروب البلح الدافي دوت بس واروح اسيب نفسي عشر دقايق قيمه ما اصلي المغرب اسيب بقى ده واروح اصلي المغرب انا كده اديت للمعده فرصه ان هي بتطلع العصارات بتاعتها بتظبط نفسها بتستعد للهجوم اللي جاي لها اوكي ده دي اول خط صلينا والحمد لله بدات العصارات تشتغل في المعده وبدا الجو يتهيا ان احنا جايين لنا اكل. هنقعد نبدا نبدا بطبق السلطه. برضو ما بالاكل اللي موجود قدامي، ابدا الاول بطبق السلطه. طبق السلطه ده يا جماعه ما هوش رفاهيه. صدقوني لو اتبعتوا التعليمات دي هتطلعوا من رمضان خاسين التخين خاسس واللي صحته تعبانه صحته زي الفل، بس نتبع التعليمات صح. طبق السلطه يحتوى على مجموعه من الخضروات الورقيه ولا تقل الالوان فيه عن خمس الوان يعني اعد كده اخضر واصفر واحمر وبرتقالي واصفر فاتح بالحاجه بقى فلفل الوان عندي ثلاث الوان في الفلفل عندي الخص الجرجير الخضره اللي متوفر عندكم واللي متوفر في بلد كل واحد من انواع الخضره الحمد لله الحاجات دي بقت متوفره في الدنيا كلها يعني طبق السلطه ده زي ما بقول ما رفاهية ده حاجه اولا فيها مضادات اكسده الالوان دي كلها مضادات اكسده يبقى اي شوارد حره موجوده في جسمي او اي مواد سامه ولا مواد ضاره ولا دهون زياده هتمتصها الحاجات اللي انا باكلها في طبق السلطه دي طبق السلطه في الياف يبقى اي دهون هاخدها او اي حاجات زايده عن عن حاجتي وعن احتياجي هتروح الالياف دي هتمتصها هتساعدني ان ما عندي امساك الالياف ديت هتساعد الامعاء ان هي هتساعد ان الحركه بتاعتها تبقى حركه مظبوطه وما يبقاش بيحصل التقلصات والامساك اللي بيحصل لنا عاده في رمضان يبقى ده فايده طبق السلطه طبق السلطه من رفاهيه طبق السلطه من الضروريات خلاص كده اكلت طبق السلطه بعد كده ابدا اروح للبروتين ماشي مش هروح بقى على الرز والمكرونه والمحشيات والبشاميل والكلام ده، هروح على البروتين، ويا جماعه صنف واحد من البروتين، اكتر من صنف بروتين محطوط قدامك على السفره هيعمل لك ارتباك في معدتك، كل نوع من الاكل بيبقى له الانزيمات الهاضمه ليه، وكله بيخش المعده، هي المعده دي مش اوضه يعني، ده هي حاجه صغيره كده، فما تحيرهاش يعني انت ما تحطلهاش كذا صنف وتبدا تحتار انزل له ايه ولا اطلع له ايه ولا انه انزيم ولا انه عصاره هاضمه؟ لا خلينا بالترتيب. هاخد البروتين واخد احتياجي منه وكفايتي من البروتين بتقنين وبحاجه يعني معقوله. بعد كده لسه انا جعان هكمل بقى اذا كان قليل من الرز، قليل من المكرونه، الخضروات، طبق الخضار طبق الخضار شيء مهم جدا لان انا هحصل على النشويات اللي انا محتاجها من طبق الخضار ده. يبقى انا دلوقتي خدت بروتيني، خدت فيتامينز، وخدت املاح معدنيه، وخدت الخضروات اللي انا عايزها اخد فيها النشويات. ادي الوجبه بتاعتي. خلاص انا بعد ما خدت الشوربه وخدت السلطه واكلت البروتين هلاقي نفسي ان انا باخد ثلاث اربع معالق من الخضار مش هلاقي نفسي بتجه بعد كده للنشويات وللرز وللمكرونه. ده السفره اللي المفروض تكون موجوده. طيب ايه اللي المفروض ناخد بالنا منه؟ اهتم كويس جدا انك تقلل من نشوياتك. كل ما قللنا من النشويات اللي هي في الجسم بتتحول لسكريات انا حافظت على مستوى الانسولين بتاعي. وان شاء الله احنا هنفرد للانسولين لان ده هرمون مهم جدا وبيتوقف عليه عمليات كتير جدا في صحتنا وحياتنا واوزاننا هنفرد له حلقه منفرد لوحده باذن الله آه يبقى انا اقلل على قد ما اقدر من النشويات اقلل على قد ما اقدر من السكريات لان هي دي الحاجات اللي بتسبب لنا التخمه وهي دي اللي بتسبب الدربكه اللي بتحصل لاجسامنا بعد الفطار خلاص انا قمت بعد كده هبقى كويس جدا واقوم بقى اصلي العشاء بعد الفطار بقى ما وقت اذان العشاء واشوف اللي انا هعمله هبص الاقي نفسي بدات جسمي يرتاح بعديها بقى بساعتين ولا حاجه لو حابب اكل فاكهه اكل حابب اشرب عصاير اشرب بس ما تكونش عصاير كثيره السكريات وما تكونش عصاير جاهزه ابعد على قدر الامكان من العصاير الجاهزه لإنها بتحتوي على كمية عالية جدا من السكر والسكر هو أكبر ضرر للجسم برضو إن شاء الله بنوعدكم بحلقة أو اتنين عن السكر بالذات عشان ناخد بالنا منه واحنا بنعمل مشروبات رمضان وحلويات رمضان آه نقلل من الحلويات نقلل من السكريات نقلل من النشويات هيبقى غذائنا بيعتمد على الخضروات بيعتمد على البروتين بيعتمد على النشويات المركبه او المعقده نقلل على قد ما نقدر من المخبوزات العيش مش حاجه مهمه جدا في الحياه على فكره ده بيسبب مشاكل كتير جدا في المعده لو احنا فطرنا بالطريقه دي ومشينا بالنظام ده هنمشي مرتاحين هنيجي بعد كده لوجبه السحور سريعا هنتكلم عنها وجبة الصحور بتبقى وجبة خفيفة لكن مهمة جدا ما تسحرش بدري ما تسحرش عند أول الليل وأقول عشان أنام لو أنت عملت كده أنت ما اديتش الصحور حقه وما خدتش الفايدة منه اسمه سحور لأنه فرض علينا إن إحنا في وقت الصحر وقت الصحر اللي هو قبل الفجر ليه؟ عشان تأثر فترة الصيام في منا ناس بتصوم 16 ساعة و17 ساعة فلما كل لما قربت السحور بتاعي من وقت الفجر وبقى قريب منه كل ما انا ساعدت جسمي ان هو يتحمل فتره الصيام الفتره اللي انا من بعد الافطار لغايه السحور احاول على قدر الامكان ان انا امد جسمي بالميه اللي هو محتاجها ده اشرب كميات لا تقل عن 8 اكواب من الميه من لترين لثلاثة لتر ميه اشربهم في الفتره من بعد الفطار الى السحور احاول ان انا لو انا بلعب, بلعب نوع بنوع من الرياضه رمضان ما بيمنعش الرياضه ولا الصيام بيمنع الرياضه نحاول ان احنا ننشط اجسامنا ونتوجه لربنا بقلوب نقيه تقيه كل ما معدتنا بقت هاديه ومرتاحه كل ما استقبلنا النور من الله سبحانه وتعالى كل ما حققنا فائده الصيام لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون وعمري ما هحقق التقوى وأنا نايمة وعندي وخم وعندي لعبكة في معدتي مش هحقق تقوى أبدا التقوى حققها وأنا صاحية وأنا فايقة وأنا بساعد الناس وأنا بشتغل وأنا بعمل أعمالي وأنا بشوف التزامات بيتي والتزامات أسرتي كل ده هتحقق من خلاله التقوى أتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا وذنبا مغفورا وإن شاء الله نوصل بسلوكياتنا الغذائية إلى أفضل مستوى بإذن الله وكل عام وأنتم بخير ألقاكم غدا إن شاء الله في يوم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتورة كريمة نراك نراكي في حلقة قادمة من صوم وتصحوا سلام للجميع وصيام وإفطار هني إن شاء الله سلام